بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة بداية الأسبوع وبداية موفقة إن شاء الله مع ختام الموسم. موسم ولا أروع ولا أجمل من كده بالنسبة للنادي الأهلي، خاصة بعد الفوز على الزمالك برباعية، رباعية أهلوية على الزملكاوية، لذلك تربع الأهلي على عرش الكرة المصرية. فاز بالدوري، فاز بدور الأبطال، فاز بالكاس، فاز بالسوبر، حقق كل شيء خلال هذا الموسم. موسم متميز على جميع الأصعدة بالنسبة للنادي الأهلي. البعض ممكن يعتقد أن الأهلي بيكسب بالحظ أو بيكسب نتيجة التوفيق، ولكن الحظ ممكن لو جالك مرة التانية التالتة مش هيجيلك على طول. ليه مش هيجيلك على طول؟ لأن أنت بتشتغل، أنت بتجتهد، أنت بتحاول تكسب كل البطولات، يبقى بالتالي الحظ ما بيجيش إلا للي بيحاول يشتغل ويجتهد. لكن اللي ما بيشتغلش واللي ما بيجتهدش أكيد الحظ مش هيكون معاه، مش هيكون معاه خالص، مش مرة ولا مرتين، ده مش معاه خالص. بس البعض ممكن يعتقد أن الحظ ده حاجة تانية، لكن احنا بنقولك الحظ ده هو نوع من الاجتهاد والتوفيق نتيجة شغل كبير جدا لعمل مؤسسي تم على مدار الموسم. حلقة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل كتيرة بخصوص مباراة الأهلي والزمالك، وكمان الفوز الكبير والعريض اللي حققه الأهلي على الزمالك في لقاء القمة بأربعة أهداف مقابل هدف. وكمان بكرة عندنا مباراة استكمال لمنافسات الدوري العام، هنلعب مباراة مع المقاولين العرب على استاد المقاولين، وإن شاء الله بإذن الله مباراة التتويج واستلام الدرع يوم الأربعاء اللي جاي أمام حرس الحدود في استاد القاهرة الدولي بإذن الله. حلقة فيها تفاصيل مهمة جدا، ولكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة. وسؤال حلقة النهاردة، عايز أعرف رأيكم في أداء ونتيجة مباراة الأهلي أمام الزمالك، ومن هو أفضل لاعب في المباراة من وجهة نظرك؟ تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحات القناة على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم على أداء ونتيجة لقاء الأهلي أمام الزمالك، ومين أفضل لاعب ظهر في المباراة من وجهة نظركم. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يختتم تدريباته استعدادا للمقاولون، وكمان كولر يدرس اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي. وفي الترند العالمي، بونو على أعتاب باريس سان جيرمان. ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي وحارس نادي الوداد الرياضي سابقا، إن شاء الله ممكن يكون على أعتاب يعني الانتقال إلى أحد الأندية القمة في الدوري الفرنسي، وتحديدا نادي باريس سان جيرمان. طب استعراض مباريات اليوم في الدوري المصري، ونحن بنتكلم خلاص في المرحلة الأخيرة من الدوري العام. الساعة 7 في مبارتين، إنبي على استاد بتروسبورت هيستضيف سيراميكا كليوباترا، وأيضا في استاد برج العرب المصري بيستضيف سبح. الساعة 9:30 بعد ضمان البقاء في الدوري، الإسماعيلي يستضيف الاتحاد السكندري على استاد الإسماعيلية. دي استئناف واستكمال مباريات الجولة الـ 34، وكلنا خلاص عرفنا الأندية التي هبطت إلى الدرجة الثانية بعد نتائج مباريات الأمس. للأسف أسوان والمحلة هبطوا إلى الدرجة الثانية، ومعهم كمان فريق حرس الحدود، والأهلي رسمين هو بطل دوري هذا الموسم. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نواصل وعندنا كلام مهم جدا في فقرة ترند الترند. هو الأهلي كسب الدوري هل ممكن بالحظ؟ صعب. هل ممكن تكسب بطولة قارية زي دوري الأبطال بالحظ؟ صعب. ما هو فكرة إن الحظ يفضل واقف معاك مرة مرتين، لكن مش هيفضل واقف معاك على مدار أكتر من 100 سنة. أنت بتتكلم في تاريخ كبير جدا. وبتتكلم حتى لما الأهلي فاز بدوري أبطال إفريقيا عام 2020 على الزمالك، اتقال أصل التوفيق أصل الحظ، أصل في لعيبة خرجت بسبب الكورونا وده مش عارف أسبابه إيه، واتقال كلام كتير قوي. في كل مرة الأهلي هيكسب هتطلع لك حجج فارغه وهي ولا ليها اي معنى. ولكن عقيده الاهلاويه دايما لما بيجي يلعبوا اي ماتش كوره، انك نازل تكسب ونازل تلعب عشان تحقق البطوله، او بمعنى اصح انت داخل البطوله فانت بطل البطوله، انت البطل. عشان كده الاهلي بيكسب، عشان كده الاهلي بيحقق نجاحات على جميع المستويات. ما هو الحظ لو في الكوره مش هيبقى في الباسكت، مش هيبقى في الهاندبول، مش هيبقى في الفولي، مش هيبقى حتى في الووتر بولو، مش هيبقى في كل الالعاب. الحظ مش هيبقى مع الاداره حتى وهي بتجهز انشاءات وبتعمل فروع مختلفه. ما هو الحظ مش معقول مع المكان ده بالشكل ده الا لما يكون في توفيق، الا لما يكون في اجتهاد. ولكن طول ما انت العقيده عندك بتروح
مش عايز اقول يعني ايه لحاجات غير ادميه او منطقيه، خلاص هتفضل دايما خسران وهتفضل دايما تحت، لكن اللي بيكسب بيفضل دايما فوق بيشتغل. عشان كده كسبنا الماتش الاخير واحنا داخلين وعندنا نواقص كتير واصابات كتير وغيابات كتير على فكره. يعني الاهلي داخل الماتش الزمالك وعنده غيابات في نص الملعب، كان تتكلم في مروان عطيه وعمرو السوليه وحمدي فتحي، ومع ذلك بأليو ديانج ومحمد فخري الاهلي كان راكب المباراه من اول دقيقه. حتى اسرع هدف في لقاءات القمه كان عن طريق حسين الشحات في مواجهه الزمالك. موسم متميز جدا للنادي الاهلي، عشان كده باكد النهارده ان مش بالخزعبلات تقدر تحقق كل ده، مش بالشعوذه تقدر تكسب كل ده، ومش بالحظ كمان ممكن تحقق كل ده، لكن بالاجتهاد، بالعمل، بالدراسه، بالتوفيق ربنا هيكرمك وتحقق كل ده. فالاهلي بطل للدوري العام، فاز على الزمالك برباعيه، وكان يقدر الاهلي يكسب خماسيه وسداسيه، ولكن يعني كان في نوع من الاحتواء شويه من طاقم تحكيم هذا اللقاء هتكلم عليه اثناء الحلقه. لكن المكسب ده كان مكسب مهم جدا، مكسب معنوي مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لان البعض كان بيحاول يقول لك ايه، ما هو الفريق المنافس هينزل عنده دوافع عايز يبوظ لك الفرحه، عايز يطفي لك الفرح بدري بدري، ولكن ما قدرش. كولر عمل حاجه كويسه قوي السنه دي بخلاف الفوز بالبطولات اللي شارك فيها خلال العشر شهور. في مواجهات المباشره مع الزمالك انتصر في الثلاث لقاءات، فاز في السوبر 2-0، فاز في الدوري الدور الاول 3-0، في الدور الثاني 4-1، 9-1. كولر امام الزمالك كسب 9-1، كسب ثلاث لقاءات في اول ثلاث مباريات متتاليه. ده معنويا مهم جدا، لان جزء من انتصارات مانويل خوسيه على الزمالك في الحقبه اللي فاتت كان الهدف او جزء منها اساسي نفسي. بمعنى جوزيه في اول موسم ليه مع الاهلي ضد الزمالك كسب 6-1، النتيجه دي ظلت في اذهان الزملكاويه على مدارات فترات طويله جدا، لدرجه كانت حتى فيها حروب اعلاميه ضد مانويل جوزيه بسبب المباراه ديت، لان المباراه دي كانت في اذهان اي زملكاوي لما كان بيلعب الاهلي، فكان بينزل خسران من قبل ما يبدا. المره دي نفس الامر بيتكرر مع كولر، في اول ثلاث لقاءات 9-1، فانت اي مواجهه مع الزمالك هتبقى نازل خسران قدام الاهلي، لان انت بتلعب قدام مدرب قدر ينتصر عليك ثلاث مرات بنتائج ساحقه. انت بتتكلم ماتش 3-0 الدور الاول ده كان ممكن يخلص 5-6. ماتش الخميس ده انا كنت في الملعب واتفرجت بغض النظر عن النتيجه. انت بتتكلم على مباراه وان سايد جيم، مفيش منافس، والناس تقول لك اصل الشوط الثاني انتهى 1-1، دي ناس جايه تهزر، دي ناس جايه تهزر. انا كسبان شوط اول 3-0، الجيل ده لو عايز يدخل التاريخ كان ممكن ينزل الشوط الثاني يجيب 4-5 اجوان. بس انت بتتكلم خلاص في مباراه وموسم انتهى. شوف حسين الشحات رقم واحد، وهدف مميز جدا لحسين الشحات، بس الجيل ده بامانه لو عايز يدخل التاريخ في مباريات القمه تحديدا، انزل وانت بتلعب المنافس وتكسب على انتصار تاريخي عشان السنين اللي جايه، لان المباراه القمه اللي زي دي اللي فيها تحدي مع منافس انت بتبقى محتاج تقدم فيها افضل حاجه عندك عشان المواسم اللي جايه. وده اللي اتحقق في الجيل اللي بدا مع مستر مانولو في بدايه الالفيه. انا مشفق طبعا على محمد صبحي، حارس ناشئ لسه بيبدا مشواره ومعاه مدرب حراس زي محمد عبد المنصف. يعني بدايتهم مع الاهلي السنه دي بمجمل هذه الاهداف الكبيره، اهداف كبيره جدا، وفي مباراه على فكره كان حتى الاهداف شايفين جون معلول، جون حسين الشحات، كلها اهداف ممكن تكون في متناول محمد صبحي، ولكن هي الرهبه النفسيه. اوسوريو يمكن في المباراه دي على المستوى الفني كان ضعيف فنيا بشكل كبير جدا، ما قراش الاهلي بشكل كويس، كولر تفوق عليه. الاهلي في ظل غيابات كثيره قدر يستحوذ على نص الملعب، ومحمد شريف حاله استثنائيه. ليه بقى حاله استثنائيه؟ انتوا تتخيلوا ان محمد شريف في ظرف سنتين ونص جايب 7 اجوان في الزمالك؟ يعني على مدار التاريخ كان في توتو وكان في ابو تريكه جايبين 7 اجوان، بس ابو تريكه حتى في مرحله انت بتتكلم من 2004 لغايه 2013، 9 سنين، وعلى فكره في التسع سنين كانت في مباريات كتير جدا بين الاهلي والزمالك. ولكن محمد شريف انا مش عارف الموضوع ده نفسيا، يعني محمد شريف بيظهر وبيتالق قدام الزمالك بشكل كبير جدا، يصوم يصوم ويفطر ويجيب في الزمالك بصراحه. واجوان واهداف شريف دايما في الزمالك بتبقى اهداف مؤثره واجوان ملعوبه وحلوه، يعني جون الدور الاول، الجون في الدور الثاني، لا اجوان حلوه، وشريف دخل التاريخ.
نتمنى يا رب ان الاهداف اللي زي دي او الظهور المتميز في مباراه القمه يكون ليه تاثير ايجابي على محمد شريف في الفتره اللي جايه، لان في بعض الفترات لما بيضيع فرص هو من جواه بيتاثر كتير جدا وبيفضل يعني يأنب نفسه. لكن جات لك مباراه الزمالك يا شريف، جبت جون وجون متميز جدا وجون رائع جدا، والجون ده على فكره جاي بعد 18 تمريره. تعد التمريرات كده 18 تمريره. قدر محمد شريف يحرز هدف متميز جدا، نتمنى يبني عليه الفتره اللي جايه. مارسيل كولر النهارده نشر على حسابه في الانستجرام صوره وكتب تعليق مهم جدا. لان الفتره الاخيره كلام كتير جدا على موضوع الصفقات والاهلي حسم العديد من الصفقات. وناس راحت على اسماء لعيبه بتلعب في الدوريات العربيه ولاعيبه افارقه بتلعب في الدوريات الافريقيه او حتى الدوريات الاسيويه، وتقال لك الاهلي حسم وخلص. النهارده كولر عمل لقطه مهمه جدا. نزل صورته على حسابه على الانستجرام وهو قدامه اللابتوب والورقه والقلم، وكتب وقال ايه؟ كن ممتنا دائما لانك تتمتع بصحه جيده وتستطيع العمل، وانا اعمل يوميا لتقويه فريقنا. الآن أشاهد اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي الذين حصلت عليهم من قسم الكشافة لدينا. أتمنى يوما رائعا للجميع. يعني كولر لسه بيتفرج على اللعيبة المرشحة اللي اتقدمت له من السكاوتينج وإدارة تحليل البيانات والسكاوتينج الخاص باللعيبة، عشان يبدأ يشوف مين اللعيب المناسب وأولوياته. مين اللعيب اللي ممكن نبدأ التفاوض معاه يبقى رقم واحد ويليه رقم اثنين ورقم ثلاثة في أولويات. ما انت لو رايح تفاوض لعيبه اكيد لازم تحط اولويات. كولر لسه بيتفرج. يعني كولر اهو الصوره دي النهارده وهو في الاوتيل قبل ما يروح التدريب، وخلاص الموسم خلص، مباراه القمه خلصت، وابتدى بقى يحضر للموسم اللي جاي وابتدى يبص. فالنهارده السكاوتنج مقدم كشف باسماء لعيبه مرشحه طبقا للمراكز اللي عايزها كولر. كولر هيتفرج، بعد ما يتفرج هيقول لك اولويات اللاعب ده واللاعب ده واللاعب ده، ثم بعد ذلك يبدا التفاوض على ضم هؤلاء اللاعبين. ولكن الاعلام عندنا قلب الايه، عملها بالعكس، راح تفاوض قبل. ده الاعلام بيقول ان الاهلي بيتفاوض قبل كولر ما يستكشف ويشوف اللعيبه اللي اتقدمها له عشان يبدا يختار من ما بينهم مين الافضل. اعتقد حساب كولر على الانستجرام النهارده كان اكبر رد واكبر نفي على موضوعات كتيره جدا بتتكلم على ان الاهلي حسم صفقات في الفتره الاخيره. الاهلي ممكن يكون بيشتغل وممكن في حاجات بتخلص وفي حاجات لسه كولر بيتفرج عليها، ولكن امتى الاهلي يعلن؟ لسه. وقلت قبل كده الموسم طالما شغال لسه الاهلي مستني التوقيت المناسب اللي يعلن فيه الموقف الرسمي للصفقات والتعاقدات الموسم القادم. ولكن انا اعتقد الصوره اللي نزلها كولر النهارده المفروض تهدي الدنيا شويه، عشان الكلام الكتير على الصفقات كتير قوي والاجتهادات كتيره جدا. طيب كولر كمان النهارده اتكلم لراديو او اذاعه في سويسرا SRF، واتكلم على مشواره مع النادي الاهلي. كولر اتكلم النهارده وقال ايه بقى؟ قال كلام مهم جدا، واتكلم على موسم ناجح ليه مع النادي الاهلي، خاصه ان ده موسم جاي بعد موسم يمكن رينيه فايلر كان مع الاهلي منذ حوالي سنتين، وتحديدا موسم 19-20. وفايلر كمان طلع اتكلم على الحياه والموسم اللي اشتغلوا فيه مع النادي الاهلي، لكن كولر كان ليه وجهات نظر مختلفة عن فايلر. وكولر اتكلم على المرحلة اللي اشتغلها، وبنعتبرها دي المرحلة الأولى، أول 10 شهور ليه مع الأهلي دي المرحلة الأولى، ولسه ليه موسم تاني وسنة أخرى. أول حاجة اتكلم عليها كولر هي الضغوط. كولر نفى أن يكون قد تخلص من الضغوط بعد الفوز بالدوري. هو عارف حتى لو كسبت 5 بطولات وعندك كأس مصر الناس هتطالبك بالفوز بالكأس. قال أنا مش هسمي الضغوط إن هي ضغوط، لكن أنا وفريق عملي عشان ننجح دايما كان لازم نشتغل على الموسم ده عشان نحقق كل شيء، والموسم كان رائع، فزنا بكل شيء تقريبا، شعرنا ايضا بضغط عشرات الملايين من جماهير الاهلي في البلاد. طول ما انت ماشي في الشارع الناس بتكلمك البطوله، المكسب، الانتصار، الدوري، دوري الابطال، عايزين نحقق كل شيء. هم بيطالبوا بالانتصارات وبيطالبوا بالبطولات. التعادل في القاهره غير مرضي، لكننا تكيفنا مع هذا الوضع. قال الاهلي حسم لقب الدوري بعد خساره بيراميدز امام سيراميكا ليحصل البطل على بطولته المفضله دون الحاجه الى لعب مباريات ثانيه عشان يحقق فيها بطوله الدوري. طيب سالوه عن شعوره بعد حسم الدوري بدون اللعب، يعني انت ممكن تكسب وانت في الملعب بعد ال 90 دقيقه ونكسب البطوله وتحتفل، ولكن وانت لسه في المعسكر قبل المباراه امام الزمالك
كان سيراميكا وبيراميدز بيلعبوا وسيراميكا كسب، فانت بالتالي رسميا بقيت بطل الدوري. سالوه هل ده ممكن يقلل شعورك بعد حسم الدوري وانت لسه ما لعبتش عشان تكسب بطوله وانت في الملعب؟ قال لا بالعكس، ان كان ذلك يقلل من متعته، لا لدي خبره على كل حال، اصبحت ايضا بطلا وانا على الاريكه، يعني وانا قاعد كده على الكنبه في الصالون او في الانتريه او حتى في الاوتيل كسبان. وده حصل قبل كده وانا مع فريق اف سي سانت جالان في عام 2000، هذه الذكرى افتكرتها وانا موجود دلوقتي مع النادي الاهلي وعندي امكانيه التكيف مع هذا الامر. سالوه على عدم الخساره محليا، قال على فكره الدوري المصري ليس سهلا كما قد يظن البعض، الدفاع هنا في الدوري المصري اولويه لجميع الفرق، وعندما يلعبون ضدنا يحاول الخصوم في المقام الاول الحفاظ على الصفر، يعني عدم دخول مرماهم اي اهداف، هذا لا يجعل المهمه سهله، علينا ايضا ان نحترس من الهجمات المرتده والكرات الثابته، تمكنا من القيام بذلك حتى الان ونامل ان نتمكن من البقاء على هذا الامر في اخر 4 مباريات من الموسم دون خساره. سالوه عن اللغه، قال عاده انا طبعا ما بتكلمش انجليزي لان اللغه العربيه كمان ليست جيده، وضحك كده واتكلم على موضوع اللغه العربيه، انا اعرف بعض الكلمات، لكن عندما يريد احد المعجبين صوره في الشارع عاده يكون الامر قصير ولا يتحدث كثيرا، وبتبقى بالتاكيد الاشارات واضحه، عايز يتصور معاك فبتبقى القصه بالنسبه له واضحه. وقال كمان انا ما بقضيش كتير من الوقت في الخارج، دايما ببقى قاعد في الاوتيل بشتغل، عندي برنامج مكثف، وبالتالي اشعر بالهدوء ويمكنني الانفصال عن كل شيء ولدي مترجم يقوم معي بكل هذه الادوار داخل الفريق. سالوه على الحياه في القاهره لان الجزئيه دي فايلر كان اتكلم عليها، وطبعا كل واحد ليه طريقه معينه في الحياه بتاعته، في لايف ستايل حياته. كولر قال انا سعيد جدا وانا في القاهره، الامور جدا بتسير على ما يرام، هذا مناسب لي، رحلتي من الفندق لملعب التدريب ما بتستغرقش اكتر من 5 إلى 10 دقائق حسب حركه المرور. زرت الاهرامات، انا كنت في القاهره لاول مره في ديسمبر 88 مع المنتخب السويسري، كنا بنلعب مباراه وديه، يعني زياره الاهرامات وانت راكب العربيه او انت ماشي في الشارع بتبقى حاجه ممتعه جدا وانت في القاهره، الجو جدا في القاهره بيكون شديد الحراره اثناء النهار، لكن متأقلم ومستمتع بالأجواء مع النادي الأهلي. سألوه على فايلر، هل كان في تواصل بينك وبين فايلر لما جيت توليت المسؤولية عشان تعرف الأجواء في القاهرة وفي الأهلي قبل ما تتولى المسؤولية؟ قال بقى بالعكس، لم أفعل ذلك، قال أنا عايز أعرف كل حاجة بنفسي، عايز أجمع الخبرات من خلالي، مش عايز أخد كل التفاصيل من خلال يعني وجهات نظر أخرى، كنت عايز أتعايش وأشوف الوضع بالنسبة لي بنسبة كبيرة. في كلام مهم جدا كمان اتكلم عليه كولر في باقي حواره مع احدى الاذاعات في سويسرا، ولكن قبل ما اكمل باقي تصريحات مارسيل كولر مهم جدا نروح دلوقتي لتصريحات زميلنا كريم احمد موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره قبل بدايه تدريب الاهلي عشان نعرف منه اخر الاخبار والترتيبات الاخيره قبل مواجهه حرس الحدود بكره في الدوري. كريم مساء الفل. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا ولكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اخر الاخبار عندك وبكره مباراه نقدر نقول تحصيل حاصل، ولكن خلاص ضمن اخر 4 مباريات للاهلي في الدوري العام، ولو عندك بقى معلومات متعلقه بالفتره الجايه كولر هيفكر ازاي؟ ايه الجديد الفتره الجايه؟ بالتاكيد محتاجين نسمع كل التفاصيل دي من خلالك. يعني بالتأكيد طبعا مرحلة وموسم يعني شاق جدا من تلاحم مباريات، والنتيجة في الآخر يا محمد لما بيكون التتويج من نصيب النادي الأهلي كل الأمور دي بتزول تماما، محدش بيفكر طبعا في الظروف والإجهاد، لأن الحقيقة كان موسم صعب جدا، الكل اجتهد فيه بداية من مجلس إدارة النادي الأهلي، الجهاز الفني، رغبة اللاعبين الكبيرة جدا جدا الحقيقة في تحقيق بطولة الدوري العام في مكانها الطبيعي هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. عشان كده بنوجه كل التحية والتقدير والشكر للمنظومة كلها بالكامل، بداية من مجلس الإدارة، جمهور النادي الاهلي، اللاعبين على هذا الاداء المميز جدا على مدار الموسم، وبنامل كمان ان شاء الله يستمر الاداء والنتائج محمد حتى اخر مباراه في بطوله الدوري العام، ويمكن هي دي الرؤيه وهو ده المطلب الحقيقه اللي بياكد عليه مستر كولر مع كل لاعبي للنادي الاهلي، بيقول الموسم ما انتهاش بالنسبه لنا، لسه عندنا مباريات، عايزين نظهر بنفس الشكل، عايزين نحقق نتائج اكبر من كده، عايزين نادي الاداء المعتاد، لان الفينش بيكون مهم جدا، اما بتفنش الموسم بتخش في ارقام قياسيه كبيره جدا جدا، النادي الاهلي حقق ارقام يعني اكثر من رائعه
خلال المرحله الماضيه، لكن زي ما بنقول محمد ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد المقاولون العرب والنادي الاهلي في الجوله اللي طبعا 34 من بطوله الدوري العام، بمشيئه الله ان شاء الله يكون الاداء مميز، تكون نتيجه مستر كولر كعادته ان شاء الله باذن الله يقدر يختار توليفه مميزه، لان احنا عندنا معلومات يا محمد ان هيكون في عدد كبير جدا من اللاعبين هيحاول مستر كولر ان هو يعني يديهم بقى التقاط للانفاس شويه، لان المجهود زي ما بقولنا كبير جدا على راسهم، يعني نقدر نقول معلول وديانج وتاو والشحات والشناوي والكهرباء من الممكن بنسبه كبيره جدا ان هم ما يكونوش متواجدين في مباراه الغد. الراجل عايز يدي فرصه لكل اللعيبه اللي ما بتشاركش خلال المرحله الماضيه، ودي امر مهم جدا ان انت تشوف اللعيبه اما تدي جرعات كامله اما تدي دقائق اكتر بتقدر تقيم بشكل كبير جدا يا محمد. عدد كبير من اللعيبه ممكن ينزل دقائق قليله ما يبقاش التقييم كامل، عشان كده ان شاء الله فرصه كبيره جدا لكل اللعيبه. ايضا كمان هيتم تصعيد عدد من قطاع الناشئين لسد طبعا الفراغ الخاص بالعدد في التدريب، وايضا كمان هيكونوا متواجدين، فيمكن عشان كده مستر كولر في خلال المباريات القادمه عنده مهمه ثقيله جدا اكتر كمان من بطوله الدوري العام، ان انت تقدر تستمر على الاداء المميز جدا في خلال المباريات القادمه. الامور طيبه جدا يا محمد، يعني منتظرين ان شاء الله باذن الله انطلاق تدريب فريق النادي الاهلي السادسه مساء، التدريب هيكون ساعه ونص ومنها كالعاده الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراه الغد مباراه المقاولون. الامور الحمد لله لعيبه سعيده جدا يا محمد، الكل سعيد بتحقيق بطوله الدوري العام مع مباراه الزمالك الاخيره، فينش اكثر من رائع، نتيجه اكثر من رائعه، لكن زي ما بقول لك عندنا امل كبير جدا ان احنا نستمر على هذا الاداء المميز، على هذه النتيجه الكبيره جدا اللي بيحققها النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي انت عارف لاخر مباراه في بطوله الدوري العام عايز يكون سعيد، عايز يكون منتصر، وده اللي بنقبله ان شاء الله من لعيبه النادي الاهلي. كريم احمد موفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من مقر النادي الاهلي بالجزيره. طيب ارجع تاني لتصريحات كولر، واتسال على فكره العوده لاوروبا، هل ممكن ترجع اوروبا خلال الفتره اللي جايه؟ كولر حسم الامر، قال انا وقعت عقد مع الاهلي لمده عامين، اتوقع لسه باقي سنه كمان ليا مع النادي الاهلي كمدرب، لا اخطط للمرحله اللي جايه، انا بشتغل دايما من خلال الفتره اللي انا فيها، لو الظروف حكمت ان انا اكمل والامور ماشيه بشكل كويس اكيد هنقعد ونتفق على الاستكمال وتمديد التعاقد، لو حسينا ان الظروف ماشيه مش بشكل كويس اكيد مش هيبقى فيه استكمال، ولكن انا مش من النوع اللي بقعد اخطط لمستقبلي الفتره الجايه، ولسه باقي في عقدي سنه ومش هتكلم دلوقتي على فكره العوده لاوروبا. بيسالوه عن الاجازه، هل ممكن تاخد اجازه بعد نهايه الدوري او بعد حسم الدوري عشان تستعد للموسم الجديد؟ قال اتمنى ذلك لكن لا يمكنني التخطيط لاي شيء حتى الان، لان الاتحاد الافريقي يرغب في لعب مباراه بين الفائز بدوري الابطال وبطل الكونفدراليه، وحتى هذه اللحظه لم يتحدد موعد لقاء السوبر بين الاهلي واتحاد العاصمه. نامل ان نعرف المزيد خلال الاسبوع المقبل، وانا بقول لك يا كوره للاسف ولا الاسبوع اللي جاي ولا الاسبوع اللي بعده، هنستنى شويه على ما الكاف يحدد مكان وموعد لقاء السوبر الافريقي. طيب كلموه بقى على التأقلم مع الواقع وانت عايش في اوروبا وظروف وحياه مختلفه تماما عن الاجواء في افريقيا والحياه في مصر. قال في تغييرات قد تحدث قصيره المدى، ولكن عليك ان تقبل ذلك وتكون جاهزا عندما يحين الوقت. وقال ده بياخد بعض الوقت معايا، ولكن انا وفريق عملي نتعلم انه يجب علينا الامساك بزمام الامور بشكل اكثر مرونه، نحن في بلد مختلف وعلينا التكيف. لو ركزنا في تصريحات كولر هنعرف ليه الراجل ده نجح في اول 10 شهور او في اول سنه ليه مع النادي الاهلي، ليه الراجل ده تاقلم بسرعه، ليه الراجل ده نجح بسرعه، ليه الراجل ده كسب احترام كل المتابعين سواء الاهلاويه او حتى مش الاهلاويه، ومش هنفخم ونكبر ونقول معانا بروفيسور ومعانا حد الناس تتعلم منه، ما بنكبرش وما بين يعني ايه ما بنسوقش البضاعه زي غيرنا بالشكل اللي هم بيسوقوه، لان احنا دايما بنسوق البضاعه بتاعتنا بالانجازات والبطولات مش بالتصريحات الرنانة. تسويق البضاعة أو تسويق الإنجاز اللي أنت بتحققه بيبقى بالأرقام والبطولات مش بالتصريحات، مش بالكلام والاستهلاك الإعلامي أو الاستهلاك المحلي في كلام نتيجته على أرض الواقع غير كده خالص، لا محتاجين نحط قلم أزرق وقلم أحمر ونلبس نظارة، لا نتائجك هي اللي بتتحدث عنك. عشان كده معانا إنجازات طيبة لمدرب في أول مرحلة وأول نجاح ليه في أفريقيا ينجح مع النادي الأهلي هذا النجاح العظيم، والموسم اللي جاي كان الله في عون كولر والجهاز واللعيبه والاداره، موسم صعب جدا جدا جدا. في الحلقات اللي جايه هنستعرض مع حضراتكم ايه اللي هيحصل بالنسبه للموسم اللي جاي، لان في استحقاقات واجنده محليه وقاريه ودوليه غير مسبوقه خاصه قبل نهايه عام 2023. طيب ده تصريحات كولر. من شويه كان في خبر مهم جدا محتاج اقرا لحضراتكم الخبر، لان كان الفتره الاخيره كان في تصريحات او في
كلام اتكتب على تويتر من احمد حسام ميدو لاعب الكرة السابق، واتكلم بشكل طبعا لا يليق على الكابتن أسامة حسني نجم النادي الاهلي وكابتن الاهلي وزميلنا في قناة النادي الاهلي، واتكلم كمان على الاستاذ جمال جبر مدير الاعلام بالنادي الاهلي. النهارده كابتن أسامة حسني والاستاذ جمال جبر يتقدمان ببلاغين للنائب العام ضد احمد حسام ميدو. تقدم كل من أسامة حسني لاعب الاهلي السابق والاعلامي بقناة النادي الاهلي وجمال جبر مدير الاعلام بالاهلي ببلاغين الى معالي المستشار النائب العام ضد احمد حسام ميدو لاعب الزمالك الاسبق وعضو اللجنه الفنيه بناديه لقيامه بنشر اخبار كاذبه وتوجيه اتهامات باطله الى سالفي الذكر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بهدف الاساءه والتشويه لاغراض تتنافى مع المبادئ واخلاقيات المجتمع. جاء في البلاغين اللذين تقدم بهما المحامي الشهير المستشار محمد عثمان ان ميدو خرج عن القواعد الاخلاقيه دون سند او دليل ولأسباب شخصية، وحاول أن يستثمر كتاباته ووجه اتهامات لا أساس لها من الصحة لإثارة الفتنة بين المنتمين للأهلي والزمالك في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى التكاتف ووحدة الصف. وطالب كل من أسامة حسني وجمال جبر بتطبيق القانون بحق ميدو لإيقاف مثل هذه التجاوزات والأكاذيب والتي تتسبب في الاحتقان وإثارة المشاكل في الشارع القروي. كلام مهم جدا وتحرك قانوني مهم جدا من الكابتن أسامة حسني ومن الأستاذ جمال جبر من خلال المستشار القانوني الأستاذ محمد عثمان، وكل واحد يغلط لازم يتحاسب على خطأه. احنا في بلد بتحترم القانون والقانون بيتطبق على الكبير قبل الصغير، واللي بيغلط لازم يتعاقب وياخد جزاء. طيب قبل ما اطلع لفاصل عايز اروح لنقطة مهمة جدا ليه علاقة بطاقم تحكيم مباراة القمة. والحمد لله والفضل لله أنا مش هطلع أقول إحنا سبقنا وانفردنا، ولكن كان دايما عندنا رؤية لما يدار داخل ملف التحكيم من خلال لجنة الحكام. وفي الوقت اللي الكل كان بيقول إن أمين عمر ومحمد معروف مرشحين بنسبة كبيرة ومن بعيد محمود البنا الوحيد اللي طلع يتكلم، قبل بس ما أروح للحالات التحكيمية يا جماعة، قلت اللي محمود البنا هو الأقرب لإدارة هذه المباراة نظرا لعلاقة محمود البني القوية بلجنة الحكام. ويمكن البعض بعدها لما ربط إن بعض الزملاء الإعلاميين قالوا إن محمود البنا هو اللي هيدير المباراة، الناس افتكرت إن هم بيعرفوا المعلومة طبقا للانتماءات. الناس مش عارفة، أو الإعلامي اللي مش عارف إن الصحفي أو الإعلامي اللي بيحاول يوصل لمعلومة بيوصل لمعلومة من خلال مصادر، بس من خلال مصادر بيعرفها إزاي؟ مين الحكم الأقرب من اللجنة؟ مين الحكم اللي مش قريب من اللجنه فبالتالي مش هيدير المباراه؟ فبالتالي محمود البنا مش محسوب على نادي، محمود البنا محسوب على لجنه الحكام. لجنه الحكام الحاليه برئاسه توفيق السيد هي اكتر لجنه بتدي مباريات لمحمود البنا بالخلاف عن اللجان السابقه، يعني لو قارنا ده باللجان السابقه هنلاقي اللجان السابقه كان فيها يعني توازنات شويه، لكن اللجنه الحاليه ثقتها اكتر في محمود البنا. فبناء عليه احنا كانت رؤيتنا ان محمود البنا هو الاقرب لاداره المباراه، وبالفعل ده اللي حصل، ادوا المباراه لمحمود البنا. نفس الامر لما اتكلمنا على تقنيه الفي ار وقلنا ان تقنيه الفيديو احتمال بنسبه كبيره يكون فيها مثلا محمد عادل، وبعد كده اتقال احمد الغندور، بس احنا هنا قلنا ان محمد الحنفي مقرب جدا من الكابتن توفيق السيد وممكن يكون ليه دور في المباراه. وفعلا بعد اعلان اسماء اطقم او طاقم تحكيم المباراه في اليوم التالي تم إضافة محمد الحنفي دون إعلان رسمي حتى من اتحاد الكرة. فإحنا هنا الحمد لله عارفين اللجنة دي بتفكر إزاي، بتشتغل إزاي، واختياراتها بنسبة كبيرة ما بتبقاش اختيارات فنية بقدر ما هي ليها علاقة بفكرة الحكم ده قريب مني، ثقتي فيه أكبر، فاديله المباراة، لكن ليس لها علاقة بالمعايير الفنية. كلامنا كان اتقال قبل المباراة، وجون جه ميعاد المباراه والتعيين وشفنا اللي حصل بشكل رسمي، والحمد لله كان دايما وجهه نظرنا صح. طيب المباراه بقى على المستوى الفني، هل طاقم التحكيم نجح بالمباراه؟ المباراه ما كانتش محتاجه اي يعني ايه نسبه صعوبه عشان تنجح بيها، لان اولا الدوري خلص، ما فيش منافسه، الزمالك يعني ما اعترضش بنسبه كبيره على فكره الطاقم المصري واحترم في النهايه قرار وجود طاقم مصري، والاهلي حتى كمان ما اعترضش، ويمكن في النهايه لو سالت النادي يقول لك انا عايز طاقم اجنبي، ولكن على المستوى الفني لا، طاقم التحكيم لم ينجح بالمباراه. ليه؟ ما الاهلي كسب، حتى والاهلي كسبان، لو الاهلي كسبان 10-0
هنقيم طاقم التحكيم طبقا للاخطاء الفنيه اللي في المباراه؟ لا، طاقم التحكيم ما نجحش. ليه بقى؟ لان لما يكون عندك ضربه جزاء ما تتحسبش، ويكون عندك كارت احمر ما يتحسبش، وعندك فاول في الفار لازم يتدخل ويبقى في كارت احمر ما يتحسبش، لا يبقى في اخطاء، واخطاء فنيه كبيره كبيره مش صغيره، ما اثرتش في النتيجه. لكن على مستوى التحكيم لا، في اخطاء مؤثره واخطاء قويه جدا. دي ركله جزاء كابتن محمود البنا قريب منها، بصوا الزاويه، بصوا محمد عبد الغني بيشد من الفانيلا وبيعرقل برجله الشمال في الرجل اليمين لحسين الشحات وشده من التيشيرت. بصوا شايفين الشده، بص الشده دي ما اتحسبتش ضربه جزاء. طب الكابتن محمود البنا فين؟ كان قريب منها وما حسبهاش. طب الفار فين؟ فين الفار؟ ده في ثلاثه قاعدين على الفار. بصوا الزاويه دي كمان، في اوضح من كده؟ بصوا الشده يا جماعه، بصوا شده الفانيلا، بصوا العرقله، بص بقى الرجل لما تروح تكمل في الرجل اللي جنبها او قبل شده الفانيلا كان في عرقله بالرجل اللي جنبها ولا اتحسبت. وكانت في امتى دي؟ ده كان ممكن الشوط الاول يخلص بنتيجه اكبر من كده، لان الزمالك الشوط الثاني جات له كورتين في العرض كان ممكن يرجع في النتيجه. دي اول لعبه. كانت في لعبه ثانيه، حسام عبد المجيد دخل في حسين الشحات في نص الملعب، هي دي كانت عايزه كارت احمر، دي كانت عايزه كارت احمر. الفار مش موجود خالص، الفار مش موجود خالص. كابتن احمد الغندور مش موجود. بص بص الرجل داخله فين، مش على الكوره، حسام عبد المجيد مش داخل على الكوره. دي كانت عايزه كارت احمر، وكانت عايزه الفار يتدخل ويراجع اللعبه مع كابتن محمود البنا، ولكن الفار ما جاش. لا احمد الغندور اتكلم واتحرك، ولا محمد الحنف، انا ما اعرفش دوره كان ايه اساسا، وكان قاعد على عيني شاشه في العربيه، ولا حتى الاي اي فار الكابتن احمد حسام طه. ماتش الهلال السعودي انا فاكر في كاس عالم الانديه واحده تيبيكال شبه دي بالظبط، كينو خد فيها كارت احمر لما كان بيلعب مع الوداد المغربي في كاس العالم للانديه. محمد كينو لاعب الهلال السعودي اتطرد لانه دخل في لاعب الوداد بنفس الشكل ده واتطرد. طيب ونتذكر برضو في ماتش 4-0 كاس عالم الانديه نفس اللعبه، لما دخل في عمرو السوليه وبرضه خد كارت احمر، الهلال اتطرد منه اثنين لعيبه، يعني في اثنين كاس عالم انديه ورا بعض كان في اكتر من حاله طرد للهلال السعودي. فين الفار؟ ما جاش. في الهدف اللي احرزه احمد سيد زيزو من ضربه جزاء، هي اصلا فاول، بس الفار راح جاب لعبه ثانيه خالص. قولوا لي بقى على اي مقياس طاقم التحكيم نجح بالمباراه؟ انا بصراحه مش قادر افهم نجح باي شكل. النتيجه 4-1، بس كانت ممكن الاخطاء دي تؤثر في النتيجه، لكن المنافس ما كانش على قدر المباراه وعلى المستوى الفني فالاهلي كسب. بس الاخطاء دي مؤثره. والكابتن محمود البنا على فكره من خلال متابعتي السنه دي، كابتن محمود البنا افضل حكم في مصر، ولكن السنه دي انا شايف ترتيبه متاخر شويه. ضغط الماتشات كتير، بياخد ماتشات كتير، اللجنه بتسند ليه مباريات كتيره، مباريات كبيره، فده بيجي على الحاله الذهنيه، الحاله البدنيه، الحاله الفنيه، فالكابتن البنا محتاج ياخد اجازه شويه لان كثره المباريات بتوقعه في اخطاء فنيه كتير. انا بحترمه جدا وحكم كبير جدا، وانا بصنفه دايما من افضل حكام في مصر، ولكن السنه دي لجنه الحكام من كتر الماتشات اللي بتديها للبنا اثرت عليه. ماتش الاهلي وبيراميدز في السوبر كان عنده اخطاء، ماتش الاهلي والزمالك كان عنده اخطاء، واخطاء على فكره اخطاء مؤثره جدا، ولكن المستوى الفني للاهلي الكبير السنه دي هو اللي خلى الاخطاء دي مش باينه للكل. ولكن من خلال متابعتنا في الترند، لا طاقم التحكيم لم ينجح في اداره هذه المباراه، واحنا بنقول ده والاهلي كسبان، عشان بس الناس ايه فاكره ان احنا دايما بنتكلم على التحكيم واحنا خسرانين. لا، السنه دي تحكيم مليون علامه استفهام، والسنه الجايه جرس انذار لو لجنه الحكام فضلت بنفس الهيكل بتاعها هتبقى في مشكله كبيره. انا ما اعرفش بقى كابتن توفيق السيد رئيس لجنه قائم بعمل رئيس اللجنه، انا مش عارف بالظبط الدنيا ماشيه ازاي، ولكن في حكام بتتوقف رئيس اللجنه ما يعرفش عنهم حاجه، وفي حكام بتلعب رئيس اللجنه ما يعرفش عنهم حاجه. هل بيريرا هو رئيس اللجنه ولا جاي بيطور؟ انا ما اعرفش. انا بدق ناقوس الخطر عشان الموسم اللي جاي في جرس انذار للتحكيم في الموسم اللي جاي. الموسم ده في اخطاء تحكيميه مؤثره كبيره جدا، وبصراحه بامانه الموسم ده افضل حكمين السنه دي امين عمر ومحمد معروف، بخلاف ذلك التحكيم في ازمه كبيره جدا خلال هذا الموسم. نخرج الى فاصل ونرجع بعد الفاصل لاخر اخبار الترند. كلام كتير جدا عن الاهلي في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره، تعالوا نسمع ونشوف اخر اخبار الترند النهارده من خلال السوشيال ميديا. طيب اخر اخبار الترند وسريعا عشان وقتنا بيجري معاكم بسرعه، نبدا بترند الاهلي وحساب اليوم السابع بيتكلم على ان في ازمه دفاعيه تضرب الاهلي بسبب ثلاث لاعبين قبل مواجهه المقاولون العرب. في ثلاث غيابات في خط الدفاع، محمود متولي بسبب الاصابه، ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم بسبب الايقاف لان خدوا انذار
في لقاء الزمالك ده الانذار الثالث، وبالتالي لم يتبقى في صفوف خط الدفاع الاهلي سوى رامي ربيعه بجانب ايمن اشرف الذي لم يشارك في اي مباراه رسميه، وبالتالي بكره كولر هيلعب مباراه المقاولين بمين في خط الدفاع؟ رامي ربيعه، هل بجواره محمد فخري، احمد نبيل كوكا، ممكن محمد اشرف؟ هنشوف هيفكر ازاي طبعا في مساله المساك الثاني اللي بجوار رامي ربيعه في ماتش المقاولين. مباراه تحصل حاصل، الاهلي حسم الدوري ولكن غيابات مهمه جدا، ونتمنى كمان هنشوف الفتره الجايه موضوع الاجازات والراحات هيتعامل ازاي معاها كولر استعدادا للموسم الجديد. كولر بلس بيتكلموا على تطورات ملف تجديد الاهلي لعقد كولر وموقف المدرب. مصدر لكورة بلس على تويتر قال هناك رغبة قوية لدى إدارة الأهلي في الإبقاء على السويسري مارسيل كولر لمدة موسمين مقبلين بخلاف الموسم المقبل، يعني عشان يستمر مع الأهلي 3 سنين. كولر بيرحب بالاستمرار وهناك اتفاق مبدئي بين كافة الأطراف على التجديد، ولكن ده هيكون في وقته لما الأهلي يشوف التوقيت المناسب اللي يتكلم فيه مع كولر. خبر في الجول أيضا، الأهلي يتوصل اتفاق مع مارسيل كولر على تجديد تعاقده، يعني ده كورة بلس بتقول فتح ملف التجديد. في الجول بيقولوا لا، الاهلي توصل لاتفاق. ما هو يا جماعه يا اما نفتح الشباك نقفله، فتح ولا اتفق؟ اكيد لا لسه فتح ولا اكيد لا لسه اتفق. طيب سبورت 360 مصريه، اكثر اللاعبين مسمى في الاهداف مع كولر، موسم مميز يقدمه كتيبه السويسري. علي معلول احرز 10 اهداف و16 اسيست. حسين الشحات احرز 10 اهداف وعمل 13 اسيست. كهربا اللي بدأ اللعب من شهر يناير بعد ما كان موقوف 6 شهور أحرز 14 هدف وعمل 5 أسيست. بيرسيتاو أحرز 9 أهداف وعمل 7 أسيست. ثلاثي الهجوم في الأهلي ثلاثي ناري، شحات تاو كهربا، انتوا بتتكلموا على 10 و14 و24 و9 33 هدف، 33 هدف لشحات وتاو وكهربا، وكم أسيست؟ 25 أسيست من الثلاثة، نسبة تهديفية عالية جدا للثلاثة مع ملك الحلول علي معلول اللي أحرز 10 أهداف وعمل 16 أسيست. أرقام مميزة جدا لرباعي في الأهلي السنة دي. حساب يلا كورة، مصدر ليلا كورة، إدارة الأهلي تتمسك ببقاء كندوسي ومصيره في يد كولر. حتى هذه اللحظة أحمد كندوسي لم يتلقى أي عرض رسمي للإعارة. في كلام اتقال من بعض الصحف الجزائريه، الكلام ده من 3 أيام يعني، ان في عرض هيبقى يجي من شباب بورسداد لاستعاره احمد قندوسي. لغايه اللحظه كلامكم دلوقتي فيها لا في اي عرض ولا في اي اتصالات. الاهلي تحديدا لسه جايب قندوسي من شهر يناير وبيشارك مع الاهلي على فكره، وكمان بعد رحيل حمدي فتحي اكيد في امكانيه ضم صفقات تحديدا للاعب خط الوسط او مركز خط الوسط. ففكره ان انت تجيب مهاجم واحد اجنبي، فبالتالي قندوسي هيستمر لان عندك كريستو كمان تحت السن. لو جبت 2 لعيبه اجانب ساعتها ممكن تفكر في قندوسي او كريستو، هتتحسب بالشكل ده. ولكن لغايه اللحظه اللي بتكلم معاكم فيها احمد قندوسي لسه مستمر في النادي الاهلي ومفيش اي عروض رسميه، وفي النهايه في مدير فني هو اللي بيقرر وهو اللي بيحدد اللاعب يفضل دلوقتي احسن ولا يطلع اعاره عشان يرجع بشكل افضل بعد انتهاء الاعاره. اخر حاجه في ترند الاهلي اليوم السابع، الاهلي يخصم 220 ألف دولار من عقد ديانج للموسم الجديد. ده أمر متعلق طبعا بالغرامة اللي سددها الأهلي يعني عن اللاعب عشان الشكوى اللي كان قدمها وكيله عشان مستحقاته حوالي 220 ألف دولار، وفي اتفاق مع ديانج على كده خلال الأيام القادمة بالنسبة للموسم الجديد. إيقاف ديانج اتعلق لمدة 6 أيام. إيقاف ديانج اتعلق لمدة 6 أيام. وخطاب الفيفا المرسل لاتحاد الكوره يوم 13/7 حدد نقاط معينه، قال ان خلال الست ايام لو الوكيل ما بعتش للفيفا وقال ان ديانج سدد، الايقاف هيترفع بشكل كامل. في حال ان الوكيل بعت وقال لا الفلوس ما اتسددتش، يبقى بالتالي الايقاف هيرجع تاني. وطبعا كلنا عارفين ان ديانج خلاص الفلوس اتسددت والمفروض تكون سمعت في الحساب كمان، فالوكيل هيبعت ويقول انه خلاص استلم الفلوس في حساب. حتى لو ما بعتش الايقاف هيترفع بشكل نهائي بعد عده ايام، ولكن مباراه الزمالك كانت مباراه مهمه جدا، فبالتالي الاهلي طلب من الاتحاد الدولي انه يشارك فيها وارسل ما يثبت ان هو سدد، وبالتالي كان قرار الفيفا برفع الايقاف مؤقتا لمده 6 أيام على ان يشارك،
وبعد 6 أيام يتم حسم الامر. وانا بقول لكم بعد 6 أيام القرار هيتلغي وخلاص، اليو ديانج مستمر مع الاهلي وهيشارك في كل المباريات، مفيش اي ازمه. طيب نروح بقى للترند العالمي. محمد صلاح متواجد مع بعثه ليفربول المتجه الى المانيا تحضيرا للموسم القادم. خلصت الاجازه وصلاح يمكن قضى وقت جميل جدا في الاجازه ما بين السواحل المصريه، سافر اليونان، يعني لف جا كده وعمل جوله وخلاص بيستعد للموسم الجديد. وصور ليه النهارده اهي موقع في الجول منزلها عشان نقول ان صلاح بيستعد مع ليفربول للموسم الجديد، والمعسكر هيكون في المانيا. معنى ان صلاح في المعسكر يبقى فكره العروض غير وارده، وان صلاح مستمر مع ليفربول على الاقل حتى الموسم القادم. فيرمينيو مش موجود في المعسكر، والنهارده كلام انه غادر المعسكر عشان يكون موجود في اتحاد جده للتوقيع واجراء الكشف الطبي. فابينيو اوكي ماشي. انا طبعا دايما يعني انا مغرم جدا بالثلاثي اللي كان موجود، فيرمينيو وساديو ماني وصلاح، لكن للاسف بقى الثلاثي ده يعني الايام والزمن غير كتير، فما بقاش غير صلاح بس اللي موجود دلوقتي في فريق ليفربول. طب نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، بنتكلم على يعني رايك في اداء ونتيجه المباراه الاهلي والزمالك وافضل لاعب. استاذ فتحي زيدان بيقول الف مليون مبروك لمجلس الاداره والجهاز الفني بقياده كولر، الدهيه الجديد واللاعبين وتمنياتي بالتوفيق القادم. اما عن افضل لاعب في صعوبه في الاختيار لانهم كانوا كلهم ابطال، وان كنت اختار حسين الشحات لانه سهل لنا الماتش بهدفين ماركه حسين. وتحياتي لحضرتك يا استاذ فتحي، شكرا جزيلا ليك. استاذ رمضان حمدي بيقول اداء ممتاز يعكس شخصيه البطل، نتيجه جيده نظرا للفرص اللي اتيحت للفريق. افضل لاعب هو حسين الشحات لتاثيره الكبير في المباراه، يليه قفشه لتعويضه باداء عالي، غياب مروان وتاثيره دفاعيا وهجوما. يعني بالتالي هو شايف حسين وبعديه قفشه، لان قفشه عوض غياب مروان دفاعيا وهجوميا. استاذه نوره بتقول اقول لهم مبروك واداء رائع ورجولي من الجميع، الكوتش واللعيبه والجهاز، مع اني ليا عطاب بسيط كنا ممكن نجيب سكور الشوط الاول، بس مش مهم، الاربعه كويس. اتفق معاكي تماما، الماتش ده كان ممكن يخلص 6-7. استاذ عبد الله رضوان بيقول مساء الخير يا استاذ محمد، اداء اكثر من رائع خصوصا في الشوط الاول، لكن افضل لاعب بصراحه هم كلهم نجوم، هناك لاعبين لا غنى عنهم مثل حسين الشحات ومحمد عبد المنعم، علي معلول، اليو ديانج، محمد هاني، لكن محمد فخري تطور ان شاء الله يكون افضل في القطر. يعني استاذ عبد الله شايف ان اللعيبه كلها بلا استثناء ظهرت بشكل كويس جدا، المهم اللي جاي. موسم الحمد لله انتهى بشكل كويس، عندنا 4 مباريات يعني عشان نخلص الموسم بشكل عام، ولكن المهم اللي جاي. هنستعد ازاي للموسم الجديد؟ امتى يفكر الجهاز الفني في الراحه بالنسبه للعيبه؟ كل ده هنشوفه خلال الفتره الجايه، ولكن بكره عندنا مباراه مع المقاولين، اكيد هتبقى مباراه للامتاع مع كل جماهير النادي الاهلي. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، ويوم الاثنين حلقه جديده من برنامج الترند، لان بكره في مباراه ما بين الاهلي والمقاولين العرب. شكرا والى اللقاء.